على امتداد المساحات الزراعية التي يمتلكها، استلهم علاونا فكرة إبداعية للعناية بمحاصيله بصورة غير تقليدية، لينفذ من بعدها أول بيت بلاستيكي جامعاً للتدفئة والتبريد على مستوى الوطن. الفكرة مستوحاة من تربية الدواجن، من البيوت المحمية المغلقة للدواجن بيكون فيها تبريد وتدفئة وجهاز تحكم، فإحنا استوحينا هاي الفكرة من البركسات المغلقة لتربية الدواجن، وجربناها على بيت محمي مغلق كانت ناجحة 100%، وإحنا حاليا بنقدر نوصل لدرجة الحرارة المطلوبة سواء في تخفيض أو في رفع. شهر 8 و9 ترتفع درجات الحرارة عندنا كثير، فصار لازم ننزل درجة الحرارة، فأجتنا فكرة إنه نحط الجهاز التبريد اللي هو عبارة عن لواح كرتون للتبريد زائد مراوح اللي هي موجودة خلفنا، وهي شبكناها في جهاز تحكم اللي هو كمبيوتر. احنا من ندخل بنعطيه مدخلات اي درجة حرارة مطلوبة مناسبة للنبات، جهاز التبريد بنزلها. بدعم المؤسستي استطاع ان يحقق انجازا متفردا بنموذجه على ارض الواقع، مقللا التكاليف والمصاريف التي قد يتحملها اي مزارع فلسطيني. احنا ما بلزمنا للتدفئة، احنا هاي الدفاية اللي بندفع عليها تدفئة على الجفت، والجفت موجود عندنا وثمنه يعني مش مرتفع، زائد الكهرباء بلزم كهرباء وجفت، نتائجه بتسكر هاي التكاليف وبتكون مناسبة ومرضية للمزارع وللمستهلك، حتى هي بتفيد يعني المزارع. صحيح هو كلف مثلا 20,000 دولار، لكن مثلا انت بتشوفي بالوقت الحالي في عندنا صقيع، في عندنا برد، بكل الانتاج هاي المعدات أو هذا المشروع بيرفع من الإنتاج. بناء على تجربته التي عادت عليه بالفوائد العديدة، يوصي علونا غيره من المزارعين بنقل الفكرة لتصبح عامة في مختلف المحافظات. بهذه الأفكار يبدع المواطن الفلسطيني في أمور تسهل عمله الزراعي ليعود عليه بالنفع الكثير، بدعم من مؤسسات تعزز صموده وثباته في هذا المجال. من بلدة قباطية لتلفزيون الفجر، هبة مصطفى.